السلام عليكم، حياكم الله، انا ركان ورجعنا من جديد، وهذه المره مع افلام ومسلسلات شهر ابريل. شهر مارس كان مخيب للامال من ناحيه الانتاجات الجديده وتحديدا الافلام لسبب بسيط. الموزعين بالشرق الاوسط ما يفضلون انهم ينزلون افلامهم بشهر رمضان، لذلك الكثير من الافلام اللي المفروض انها تنزل في شهر مارس اجلت الى شهر ابريل. عموما قبل لا نبدا، لا تنسى تشترك بالقناه، تفعل جرس التنبيهات، تعطي هذا المقطع لايك اذا عجبك، وتشاركنا بالتعليقات الافلام والمسلسلات اللي راح تشوفها في هذا الشهر. وكالعادة يا سادة يا كرام، راح نبدأ مع المسلسلات في هذا الشهر. أول مسلسل معانا راح يكون الجزء الخامس من مسلسل الدراما والكوميديا The Marvelous Mrs. Maisel. راح يبدأ عرض الموسم الجديد بتاريخ 14 أبريل على منصة أمازون برايم. I'm in. It's showtime. This is my lucky day. I'm gonna get this. You'll see. تدور أحداث هذا المسلسل عن سيدة تكتشف حياتها بعد ما يهجرها زوجها. يقال إن هذا المسلسل مستوحى من حياة عدة شخصيات حقيقية. المسلسل وخلال أجزاء الأربعة الماضية فاز بعدد من الجوائز، وأنا متأكد إن هذا المسلسل له متابعين كثير، فشاركونا رأيكم تحت بالتعليقات. المسلسل يستاهل ما يستاهل، أبرز الإيجابيات والسلبيات وغيرها. المسلسل الثاني معانا راح يكون الموسم الرابع والأخير من مسلسل الجريمة والكوميديا والأكشن، مسلسل باري. راح يبدأ عرض الموسم الرابع والأخير في 16 أبريل على منصة HBO. ما أدري إذا كان أو سر راح تنقله هنا في الشرق الأوسط أو لا، ولكن راح ينزل وأنتم تعرفون كيف تشوفونه. يتكلم المسلسل عن قاتل مأجور يخطط لقتل ممثل مسرحي أثناء تأدية أحد العروض المسرحية وقدام الجمهور، ولكن يقابل فتاة. الفتاة تغير حياته، لكن ماضيه راح يبقى يلاحقه إلى الأبد. هذا المسلسل من المسلسلات اللي حصدت عدد كبير من جوائز الإيمي، 9 جوائز إيمي، أفضل ممثل بدور رئيسي، أفضل ممثل بدور مساعد، أفضل مخرج، أفضل كتابة، أشياء كثيرة صراحة، وجوائز كثيرة فاز فيها هذا المسلسل. وهذا الموسم هو الموسم الأخير، فجاء الوقت المناسب انك تشوف. المسلسل الثالث معانا راح يكون مسلسل جديد من انتاج منصة امازون برايم، مسلسل دراما واكشن بعنوان سيتيدل، قادم بتاريخ 28 ابريل. Right now every agent around the world is looking for you too. Nadia. Perdón, I think you have the wrong person. تدور أحداث المسلسل بعد 8 سنوات من سقوط وكالة تجسس تدعى السيتيدل، مش اللي في وستروس، لا، وكالة تجسس أخرى، وهذه عميقة شوي. تم تدمير السيتيدل من وكالة استخبارات وتجسس أخرى تتلاعب بالعالم في الظل والخفاء تدعى مانتيكور. انمسحت ذكريات العملاء وأصبحوا غير مدركين لماضيهم، ولكن 2 من هذول العملاء يحاولون ردع الوكالة الجديدة، وكالة مانتيكور. عموما المسلسل من بطولة الذئب اليافع ريتشارد مادن، واللي أشوفه أنه الممثل الوحيد اللي من بعد دوره في Game of Thrones قدر أنه يلاقي نفسه في عدد من الأدوار هنا وهناك، لعل أبرزها The Bodyguard. بل من وجهة نظري، وما أدري إذا تتفق معي أو لا، أعتقد أنه ريتشارد مادن يصلح يكون The Next James Bond أو James Bond القادم. ما إذا تتفق معي أو لا بشاركني بالتعليقات. المسلسل الرابع والأخير بيكون واحد من المسلسلات اللي أنا انتظرها صراحة، الموسم الثاني من مسلسل المغامرة Sweet Tooth، واللي راح ينزل على نتفليكس بتاريخ 27 ابريل. I think we can help each other, Gus. You could be something that I thought I lost a long time ago. يا جماعة، أنا حبيت الموسم الأول من سويت توث بشكل ما تتخيلونه، على الرغم أنه المسلسل كان بسيط بالقصة وقصته عائلية، إلا أني من لحظة نهاية الموسم الأول وأنا أنتظر نزول الموسم الثاني. تدور أحداث المسلسل بعالم خيالي أقدر أقول، وهذا العالم يولد فيه الأطفال بأجساد نصف بشرية ونصف حيوانية، ومن هنا ينقلب الوضع بالعالم وتصير فوضى، خصوصا أنه البشر صاروا يستخدمون هذول الأطفال كفئران تجارب، بينما على الجانب بالآخر فيه بشر يحاولون انهم يحافظون على هذول الاطفال، لانه بالنهاية هذول بشر مش حيوانات. القصة، قصة المسلسل غريبة شوي صراحة، والمسلسل بشكل عام مبني على كوميكس من دي سي، الكوميكس خلصت يعني تقدر تحرق على نفسك وتقرأ احداث الكوميكس. كذلك من الاشياء الغريبة انه المسلسل امن للمشاهدة، مسلسل عائلي وامن للمشاهدة على الاقل في موسم الاول، من المسلسلات القليلة والعناوين القليلة اللي من انتاج نتفليكس وتكون خالية من حشر الاجندة. وبس يا صديقي، هاي
هذه أهم المسلسلات اللي راح تنزل في شهر أبريل. لو كان في مسلسل ما ذكرته فغالبا لأمرين، إما أني حسب تقديري الشخصي أشوف أنه ما يسوى أو أنه سقط سهوا، فشاركنا بالتعليقات في كل الحالات. أما الآن ننتقل للأفلام، وكالعادة ودائما أقول هذه الجملة، ما علي من تاريخ نزول الفيلم عالميا، لأن الموزعين عندنا في الشرق الأوسط وضعهم مختلف، أحيانا يقدمون الأفلام وأحيانا يأخرون الأفلام. فمقطع الشهر الماضي البعض أكلني بالتعليقات أني نسيت جون ويك. جون ويك ما راح ينزل في شهر مارس أو مارس، جون ويك راح ينزل في إبريل، وقس على ذلك بعض العناوين الأخرى. فأنا أثناء تحضيري للأفلام أعتمد على مواقع السينما السعودية، لأنه شيء اللي بينزل بالسعودية غالباً بينزل بالوطن العربي. الفيلم الأول يا سادة راح يكون الجزء السادس من سلسلة سكريم، وراح ينزل بتاريخ 13 إبريل. سلسلة سكريم الشهيرة اللي تقدم الفيلن أو الشرير غوست فيس راجع من جديد، وهذه المرة بقصة جديدة تبدأ أحداثها بعد الجزء الخامس. راح يعني بديهيات، ولكن هذه القصة. يعني الفيلم أوريدي نازل عالميا ومحقق أرقام رهيبة من ناحية التقييمات، وغالبا راح يتأجل عندنا بالسعودية. يعني أنا أشك أنه راح ينزل في 13 أبريل. في يوم 20 أبريل تقريبا ليلة العيد راح تنزل مجموعة كبيرة من الأفلام، سواء عربية أو حتى أجنبية. الفيلم الأول راح يكون Dungeons and Dragons. What is that? وبالمناسبة حضرت البريمير في لندن الأسبوع الماضي تقريبا، أول مرة أحضر بريمير خارج الوطن العربي، والتجربة كانت رهيبة. يعني تخيل معي يكون جالس وراك بالضبط هيو جرانت وكريس باين، والله العظيم ما أكذب كانوا جالسين بالصف اللي وراي بالضبط. ودي أثبت لك أني مصور معهم سيلفي، ولكن أنا بطبعي خجول شوي، ما أحب أصور سيلفي مع التالنت لأنه نفسيات شوي، وأنا ما أحب أحد يفشلني أو يقول لا تصور معي، غالبا ما حد راح يدري، ولكن بيني وبين نفسي ما أحب أعيش هذا الشعور. لذلك ما تجرأت أني أصور معهم سيلفي بعد ما خلصنا مشاهدة الفيلم. وبإذن الله راح نزل مراجعة لفيلم Dungeons and Dragons وقت ما ينزل الفيلم في دور السينما. أما الفيلم الثاني واللي كذلك في 20 أبريل زي ما قلنا، الجزء الرابع من جون ويك، تقييماته مكسرة الدنيا والفيلم مكسرة الدنيا حول العالم. الأسبوع الأول الويكند الأول والافتتاحية جاب أكثر من 137 مليون دولار تقريبا، رقم كبير جدا. إيمان كيانو ريفز أبدع بهذا الدور، وهذا الجزء راح يكون حسب التقييمات أفضل من الجزء اللي قبله. وكيانو ريفز على الصعيد الشخصي من الأشخاص اللي ودي أقابلهم وأسوي معهم لقاء، وإن شاء الله هذا الشيء يتم قريبا. أما الفيلم الثالث راح يكون سوبر ماريو بروز. فينا ما يعرف سوبر ماريو وأخوه والأميرة ومحاولة إنقاذ الأميرة، بالضبط هذه قصة الفيلم، راح يكون عائلي وممتع بكل تأكيد. الفيلم الرابع والأخير من ناحية الأفلام الأجنبية راح يكون فيلم The Covenant أو العهد. John, do you have tallies approaching? يكفي أقول لك عن هذا الفيلم ثلاث أشياء، الشيء الأول أنه فيلم أكشن، الشيء الثاني أنه من إخراج غاي ريتشي، والشيء الثالث أنه من بطولة جيك جيلنهال. هذه الثلاث أشياء تخليك تشوف الفيلم. بالإضافة إلى هذه الأفلام راح تنزل مجموعة من الأفلام العربية وتحديد المصرية، محبين الأفلام المصرية كثير هنا بالسعودية. الفيلم الأول راح يكون بعنوان بعد الشر من بطولة بيومي فؤاد اللي ما شاء الله لا إله إلا الله كل سنة ينزل 10 أفلام على أقل تقدير. أما الفيلم الثاني اسمه ابن الحاج أحمد. على الجانب الآخر وفي منصات البث الرقمي وتحديدا نتفليكس راح ينزل فيلمين، الفيلم الأول فيلم بعنوان Seven Kings Must Die، هذا الفيلم راح يقفل قصة مسلسل The Last Kingdom وراح ينزل تقريبا بعد أسبوعين بتاريخ 14 إبريل. أما الفيلم الثاني فيلم سعودي بعنوان الخطابة راح ينزل بتاريخ 27 إبريل، ما أعرف عن هذا الفيلم أي شيء ولكن بشوفه لأنه فيلم سعودي راح ينزل على نتفليكس. وبكذا يا سادة يا كرام قفلنا على أعمال شهر إبريل. وش راح تشوف هذا الشهر من أفلام أو مسلسلات؟ شاركني تحت بالتعليقات لايك إذا عجبك هذا المقطع. صراحة أتمنى إنه لو أعجبك تعطينا لايك، ولو ما أعجبك تعطينا ديسلايك، أهم شيء إنه تعطينا شيء من هذه الحاجات. شاركني بالتعليقات، حياك الله في منصات ال
سوشيال ميديا مو بالعادة أقوله زي كده صراحة. تشرفني متابعتك لي بتويتر سناب إنستغرام تويتش وتيك توك، واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات ونشوفك المقطع الجاي. سلام.